أعلنت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 عن إطلاق خدمة تقديم طلبات وكلاء المترشحين عبر الموقع الرسمي للانتخابات. وأكدت الإدارة التنفيذية للانتخابات حرصها على الاستفادة من توظيف التقنية الحديثة في تيسير إجراءات العملية الانتخابية، إلى جانب إمكانية الحضور إلى اللجان الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب. وبدات اللجان الاشرافيه في تلقي طلبات وكلاء المترشحين من يوم الاثنين الرابع والعشرين من اكتوبر وحتى الخامس من نوفمبر المقبل حيث سيتم السماح لكل مترشح للانتخابات النيابيه والبلديه ان يختار ناخبين من المقيدين في جداول انتخاب الدائره المترشح فيها وكلاء له لدى لجان الاقتراع والفرز